السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. السلام. عم ندور على شوفير هاي التاكسي. تفضلوا. أنا عمي، نحن عساكر. ليلة امبارح أنت أخذت مرة الإرهابية اللي خطفت الولد؟ الولد بيكون ابني يا عم. لا تقولها، تفوق، الله يلعنهم لهالإرهابيين. عمي، أنت من وين أخذتها؟ وين نزلتها بتتذكر؟ والله امبارح وصلت زبون لشارع بيرنا واخذتها بطريق الرجعه ونزلتها بطريق الغابه وبعدها رجعت على المكتب. بتوصلنا لمحل ما نزلتها؟ تكرم عيونكم. شكرا لك. العفو يا ابني، اذا بقدر ساعد عساكرنا بشي بوصلهم لاخر الدنيا. اركبوا. تسلم يا عم. بصراحه انا ما ارتحت لها اول ما شفتها، وقلت لحالي هالمره وضعها غريب، بس ما بعرف. يا ريتك لو اتصلت بالشرطة. وشو بدي اقول لهم يا ابني؟ خفت اني اكون عم بظلمها وتكون واقعة بمشكلة، مرة لحالها بنص هالليل ومع ابنها، اتوقعتها هربانة. قلت زوجها عم يعذبها او صاير معها شي مشكلة. ايه معك حق. فتنا بطريق الغابة حافظ. لوين بدها تكون راحت؟ المرة نزلت هون. انت متأكد انها نزلت هون؟ ايه متأكد، وراحت بهذا الاتجاه. شكرا. شو رأيك؟ ما في هون كهف تتخبى فيه ولا مقر للإرهابي، بس بهالجهة في ضيعتين صغار. فجرنا مستودع أسلحة لجولاق قريب من هالمكان. هاد رحت على الضيعة؟ ما عندها حل تاني، وما فيها تتخبى بالغابة، كلها حيوانات مفترسة. رح ندور ونشوف. إن شاء الله رح نلاقيها، رح ننقذ ابنك إن شاء الله. شكراً عم، أنت صار فيك تروح. ما رح ترجعوا معي؟ لا والله، بدنا نستنى زملائنا. رح ندور على المرة، فيك تروح. الله يكون بعونكم يا ابني، لا تواخذوني، ما كنت بعرف، وإلا كنت خبرت الشرطة عن هالمرة. ولا يهمك عم، انت ما في عليك ذنب. تسلم. رح خبر الضابط يا فوز. ماشي. اسم عمليتنا كارتال، كل واحد بيعرف لقبه. تنتبهوا كتير منيح، ممكن ما تكون المرأة لحالها. هدفنا الأول نجيبها من أخونا. من أي طرف حافظ؟ من هالطرف سيدي، بعد ساعة منكون بأول ضيعة. طيب ليش يعني ما منروح بالسيارة؟ لأنه ما منعرف إذا راحت عالضيعة، بجوز تخبت بالغابة. لهالسبب مجبورين نلحق أسرى خطوة بخطوة. قولوا يا رب. مرحبا يا مختار. تفضل يا ابني. عم ندور على إرهابية اجت على هي الضيعة امبارح، وفي معها ولد صغير. تعرف وينها؟ لا والله ما بعرف أي شيء، وأهل هي الضيعة ما بيسمحوا للإرهابيين يفوتوا، وإذا فاتوا على الضيعة منخبر الشرطة فورا. أنا لاحظت إنه في حدا فات على مزرعتي، بتحب تتأكد؟ وأخذوا حليب من المطبخ. والله ما في غيره. يلا عم. تفضل. أنا دورت وما لقيت أي حدا، بس بجوز تكون رجعت بعد ما رحت.
أحمد كارتال، هي لإله. سيدي، هذا دم. يا ربي، دخيلك حميلي ابني. بس ما تكون هالمجنونة ساوت شي للولد. لا تفكروا بالشي الأسوأ فورا. لو أزت الولد لكانت تركته هون. في ضيعة تانية قريبة من هالمنطقة؟ ايه، في ضيعة كتير قريبة من هون. فينا نروح مشي؟ ايه طبعا، وقت يطلبوا شي بنت من عنا ناخد لهم اياها مشي على رجلينا. تمام. رد عليها، بركي فاطمة بحاجة شي. هي بحاجة ابنها وبس، وأنا ما في بإيدي غير هالقماشة هي الملطخة بالدم. شو بدي إلا سيدي؟ بس نلاقي أحمد كارتال وقتها منعطيها الخبر الحلو. ماشي مثل ما بدك، استعجل بلا ما نضيع وقت. يلا نحن بالطريق الصحيح. طيب كملوا. أنا ندرت ندر ليتعافى أتاش ونلاقي الصغير رح أدبح جاجة. حاجتك بقى معقولة بس جاجة؟ ماشي، بدبح خروف، بدبح عجل. والله أنا مستعد أدبح قطيع، بس المهم يتحقق هالشي. بعدين أنا المسؤول عن طور أحمد كارتال. حافظ قالك هالشي؟ لا. ايه لكن ليش لا تكون انت المسؤول؟ ليش مين رح يكون غيري؟ ولاد كل اخوتي انا رح اكون المسؤول عن طهوره. نحن هيك اتفقنا. امتى اتفقنا على هالشي؟ خلاص نحن اتفقنا وبس. استغفر الله العظيم.